لرياض واسعد وسامر واحد يا سياده العقيد. صحيح، وينه صالح؟ تركت هناك حوالي بين شامل ومعادل. صالح بيكون بالمزرعه. المهم شو لازم نساوي هلا يا سياده العقيد؟ المخدرات هي اساس كل شيء، وهي منطلقنا لكل شيء، ولازم نصل للمعمل باي ثمن. شرف معي استاذ علاء. بس لسه لسه ما صرت لوحدي يا ناجي، لسه في ناس ممكن يتنططوا. لا لا لا، ما راح يقدروا. هلا عم يمشوا الحيط الحيط ويقولوا يا رب الستر. هذا صحيح، بس نحن لازم نهدى شوي لانه اليوم لما نفتح على الاخر. انكشفت كثير يا شامل، كل شيء عم بيصير صاروا يقولوا شامل هو السبب. شو بتقصدي يا سامي؟ قصدي واضح، أي غلطة هلأ رح توقع ورح نوقع كلنا معك. شامل السيريلاتي ما بيوقع، شامل السيريلاتي له 100 إيد وراس واحد. شو يا ناجي؟ عم فكر بالشغل. الكميات اللي عنا طلعناها الليلة، ومن هون لبكرة لازم يكون موزعة بالسوق، وبعد بكرة الدولارات. بس هيك كأنك عم تقول تعوا القوا القبض علينا، نحن اللي عم نعمل كل شيء. بالعكس يا مدام، هذا هو الوقت المناسب، لأنهم بيعرفوا إنه شامل بيك مشغول الليلة وما راح يتحرك. ألو أيوه. إيه؟ كيف؟ إيه؟ لكنتوا مرجل، لكنتوا تافهين. خد خير شامل بيك. هربوا هربوا، اخوك ورون اولادي هربوا، دمروا علينا المنطقه كلها بلبوهم. ماجي في معهم ناس من رجالنا. وين رايح؟ لازم نشوف شو اللي صاير. لا تتاخر. طلع صح شوي بس يرجع ناجي طيب. كلب كلب حقير تافه. يكون هلا بيوصل بعد شوي. اهدي بقى. لا رح اهدى ولا حتى اقعد، رح يصير وقت الليل لسه برجع. وين بده يروح يا رولا؟ وين بده يروح؟ اكيد صار له شي ظرف اخره. على كل حال اذا ما رجع الصبح بنشوف. ما رح نشوف الصبح، تفضل حضرتك روح نام وارتاح. اكيد يا ستي رح قوم روح وارتاح، اكيد بكفيني بقى. قومي يا نادية. ما راح اعضاني مكسرة. حاولي تهدي، نامي وفكري على حالك الباب. ايه ولا اقول لك بتحبي ضل معك هون الغرفة؟ روحي مع جوزك. طيب تصبحي على خير. كشفت كثير يا شامل، كل شيء عم بيصير عم يقولوا شامل هو السبب. قصدي واضح، اي غلطه هلا رح توقع ونوقع كلنا معك. بابا 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 عم بحكي معك. ردي علي. تركيني بابا. قليلة أدب. قلت لك اتركيني وبعدي عني. تعال شوف بنتك المهذبة يا شامل. مين اللي هرب هون يا بنت؟ وينه يا بابا؟
شامل توفي. مين هذا؟ جوزي. حلبتوه ولا قتلتوه؟ وفي جوزي. جوزي طيب دعني نشوف. علاء علاء يا علاء، رولا مو بغرفتها وصالح مو مبين انه اجا. شو؟ الغرفة مثل ما تركناها. يمكن طلعوا بكير. صالح اكيد ما رجع. صباح الخير. صباح النور. سيارة رولا من الصبح بكير ما كان بمحلها. اكيد راح تدور عليه ولهلا ما رجعت. شو علاء رح تضل واقف هيك؟ عم فكر يا نادية. ما بدها تفكير يا علاء، رولا اكيد راحت لعند ابوها تدور على جوزها، اذا بدك تساوي شيء تحرك. تعا معي يا ابو فارس. ما عندي مانع، بس كل شيء له شروطه. قول يا ناجي. بدي اعرف مين انت، مين راجح ومين المستر دينجر. ما بيكفيك تعرفني انا؟ ما في سبب يخليني اعتمد على معرفتي فيكي وبس. ما في سبب؟ قصدي انا بدي دعم كبير، عندي مشاريع وطموحات كثير كبيرة ولازم اعرف مين يلي رح يدعمني. اللي رح يدعمك عن طريق. ما بكفي. على كل حال يا ناجي قدامك طريقين، يا اما بتتعاون معنا يا بتشتغل لحالك. وبهالحالة رح نوقف بطريقك. يا ست سامية، الواحد ما بيخاف الا من الشيء اللي بيخوف. لما بتقولي لي مين اللي رح يدعمني ساعتها بشوف اذا كان خير يخوفني او لا. رح اقول لك وبالتفصيل، بس عندي سؤال قبل ما ابدا. تفضلي. في شيء اهم من مصلحتك عندك؟ لا ما في شيء ابدا. فكر. ما في شيء اهم من يلي بدي اياه. هلا بقول لك وانا مرتاح. ما فيني اعمل اي شيء يا علاء، طالبني السيد الوزير وخلال ربع ساعه لازم اكون عنده. ماشي فورا. المهم لا تزيد ورطات هالموضوع ورطه جديده. مع السلامه يا سيد علاء. هذا اللي عم بصير بالبلد يا عقيد فايز؟ المخدرات اللي عم تتوزع بالمدن القصد منها تخريب عقل الإنسان وبالتالي تخريب البلد، والإيد اللي بدها تخرب هالبلد لازم تنقطع وفورا. أنا لازم أشوفني هون. مين؟ نعم يا سيد. وينه؟ مين هذا اللي وينه؟ وين بده يكون يعني؟ شامل. ومين انت حتى تحكي عن شامل بهالطريقة؟ انا علاء العامر. علاء العامر؟ المفروض تفوت على بيوت الناس باحترام وتحكي بأدب. روح نادي له. فعلا قليل أدب. طلع برا يا سيد شامل. قلت لك طلع برا يا شامل. تفضل يا سيد علاء. تفضل. شو بده؟ ليش هربت منه؟ هذا اخي. اخوك؟ مع الاسف. شو؟ شو قلت يا بيك؟ منين حصلت على الرسائل مرة ثانية؟ بالشطارة. من فيلا سعد بيك بعد ما مات. كذاب.
كل الأدلة بتقول إنك عم تشتغل مع جهة تانية ضدي. إذا بدك تحصل على نتائج معي لا تطول لسانك، وإلا أنا كمان بنسى كل شيء يا بيك. أنا هلأ بس ممكن أتعامل مع جهة تانية. تركت الوثائق يا بيك مع واحد، وقلت له إذا ما طلعت أنا وصالح ورولا خلال ساعة يروح فورا ويسلمهم للأمن. قلت لك ما بعرف عن صالح شيء. أنا ما رح أقول لك إنك كذاب يا بيك، رح أقول لك إنك غشيم ببيتك. صالح فات لعندك على الفيلا لهون وما طلع. رح أتركك ساعة، إذا ما طلع صالح ورولا رح أرجع لعندك مرة تانية، وإذا رجعت مرة تانية يا بيك صدقني رح تشوف مني اللي بعمرك ما ممكن تتوقعه. لازم نخلي رولا تروح، اضغطنا عليه لحد الوقت، بس ضروري كثير يقنعها انه ما شاف صالح، لانه صالح نادان. مين بيقتله؟ اخوك راجح. راجح؟ ليش قتله؟ المهم هلا اخي علاء هذا ممكن يخرب الدنيا، ولازم نحمي لين بعدين. اوكي. وين رايح؟ يطلع من باب الوران. فظيع، ميت ما مسك تعمل على حالك وبتفتح ميت معركة دفعة واحدة. هي بنتي وكانت عم تتآمر علي. صبا لطرفك، هذا هو الوقت اللي لازم القريبين منك يغطوا عليك. صرت مكشوف يا شامل ورح تخلي كل شيء ينهار. Thank you.
ما راح اتركك تروحي من ايدي مرة ثانية. راجع بعد عن طريقي. اسمعيني منيح، اي شيء بدك اياه بهالدنيا راح تلاقيه عندي. فرحك، ضحكك، سعادتك، رغباتك، كل شيء بدك اياه عندي انا. انت مقرف. انت الي انا بس، عم تسمعي؟ واي طريق راح تمشي وما راح يوصل بالنتيجه لعندي انا راح انسفه. روحي روحي، وين ما رحتي بهالدنيا مرجوعك الي انا وبس. وبعدين شو صار؟ اختفت وكانك كمشت من حودة بيت. انت متاكد انه مرت اخي؟ محلاني انساها يا استاذ ناجي، بعرف مثل ما بعرفها. على كل حال اسمعني منيح، في شغلتين بدي اياك تنفذهم بدقه. انا تحت امرك. اول شيء بتروح تسيل الارض اللي زرعتها. وبلكي في حدا؟ لا لا ما حدا يوصل. على كل حال انت تطلع وترجع لعندي فورا لحتى اقول لك الشغله الثانيه. امرك. وينك؟ تاخذ لي كيسين ثلاثه وبتخفيهم بمحل واضح، يعني ببين معروف. ماشي؟ بسرعه. أنا بعرف بابا منيح يا علاء، أكيد ما شافه ولا بيعرف عنه أي شيء. وين بده يكون راح يا رولا؟ في تعميم عن صالح بأنه هو اللي قتل رياض. ما ممكن تكون شي نقطة أو دورية ألقت القبض عليه؟ طيب منروح على المزرعة ومنشوف، بلكي رجع لهنيك. وإذا ما لقيته هنيك لكل حادث حديث. رح أجيب سيارتي وألحقك فورا. اسمع، راح اجي انا وياه سوا لعندك، وانت يلي لازم تتصرف. على فكرة اعتبار من بكره لازم نبدا بالاخضر. اسمع، انت تاكدت انه هدول يلي بدهم يوزعوا ما بيعرفوا شيء بالبلد؟ اسمع اسمع معلش، بنكمل حكي لما بيجي لعندك. شو يا صبحي؟ على كيفك، كله تمام وباخر دقيقة وصلوا. عظيم. هلا على المهمة الثانية. حالي. نادية فوتوني على البيت. شو بكي؟ فوتوني على البيت بسرعة. نادية قوم لا قوم قوم بسرعة يلا. شو لك؟ على مهلك على مهلك. راجع مين هاد؟ هذا الصحفي صالح جزرولة، وحسب المخطط اللي انا راسمه راح يكون الورقه الرابحه بين ايدينا ضد شامل وناجي ورودا. اتركه يروح. شو قلت لك؟ اتركه يروح. على نفسك يا غبي انه سامية تاخذ منك هذا التافه الصحفي، ها؟ بتروح بتدور عليه وبتخلقه تحت الارض، تفهم؟ تحرك! يسوي له شيف سامو؟ شامل، العزلة اللي حطيت حالك فيها طولت،
قربت خلص جاي. شو عم تكتب؟ شوية خواطر وشغلات ملايمة. اتصل ناجي؟ ناجي؟ لا بس أكيد رح يجي، عم بستنى. لازم نصفي بعض الأمور وبسرعة. صعب يتصفى كل شيء هلا يا سامي. خلينا نكسب الوقت ونعمل كل شيء بنقدر عليه. يلا لحالي. معقول؟ والله برافو يا خان، فعلا هي. لح وصفوها بعطول كمان. إلك شغلة خان؟ تعال تعال. كشفت يا صبحي، حرقت. ظهر كل شيء يا سيادة العقيد. معمل المخدرات كان تحت المعمل هذا مباشرة، لكن للأسف يبدو أن المعدات كلها انتقلت وما في أي أثر للمخدرات. انتقلت وانخطفوا اللي اكتشفوها. مين هم يا سيد العقيد؟ اللي اكتشفهم اخوك ناجي يا سيد علاء. مين؟ اخوك ناجي. باللحظه اللي اكتشفهم فيها خبرنا، وبعد ثانيه سمعنا صوته وهو عم يصرخ، وفجاه انقطع الخط. اخي ناجي؟ بس انا متاكد انه ما راح يعملوا معه شيء الا بامر انه معلمه. لا اكيد راح يقتلوه. صح صالح اكيد مات. شو بو صالح؟ لهلا ما بين يا سياده العقيد. اذا مات مشهور رجال الامن بيكون اكيد مات. لوين يا علاء؟ ما عاد فيني يا سياده العقيد. انا رح طق. ما عم نقدر نعمل شيء، مجرد ردود افعال وبس. الشر اللي عم نواجهه مو مجرد لعبه، بده تعاون وصبر وما لازم نمل. ومنضل واحد ورا واحد ورا واحد عم نروح. السلام. أنا تحت أمرك. يعني موافق على كل الشروط؟ طبعا. ما في عندك طلبات؟ بلى. أولا تختفي كل زوايا الضعف. مثلا
مثلا أخوك عم يشتغل لحاله. طمن مسيو دانجر رح يسحبه لقتينا. حتى أنا وإنتي مهما صار بيناتنا أي خلاف شخصي ممكن يحدث ما لازم يأثر على شغلنا وأهدافنا. أوكي اتفقنا. واللي بينسى دمه مهدور. رح تتصلي بالمسيو دانجر؟ بكرة الساعة 9. عظيم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مين حضرتك؟ أنا مدام شامل السيرة لادي. شو بدك مني؟ بدي منك تسامح أخي لأنه أخي مريض عقليا. بدي يقتلوني ليش؟ راجع حس بإهانة لأنه رولا ما استجابت له فصار يتصرف مثل المجنون. ناجي. شو ناجي؟ مين ضربوني؟ مشان ما أظلم الناس كان أخي مع واحد صاحبه وأنا اللي أنقذتك منهم. ناجي ما له علاقة أبدا. بهالحالة بطلع أنا المجنون. ناجي ولد مسكين. مشان تحس إني صادقة أنا اللي ضغطت على شامل مشان يتركونا. رولا كان حارسها وبده اياها ما ترجع لك. ومشان شو كل هالشي يا مدام؟ انسانية؟ مشان ما ينضر اخي. مشان صاحبك علاء يخفف ضغطه وشامل ما يدفر عن اكثر من هيك. على كل حال لك الخيار يا استاذ صالح. فكر وانا تحت امرك. خاطرك. أنا نجيب كل شيء صار جاهز. اسمعني منيح. بمجرد ما تصير الساعة 5 بتوزع رجالك كل واحد بمحل وبس يبدلوا بالليرات بيروحوا يشتروا الأصفر. عم تفهم؟ ماشي. نلتقي على المهرة. الله معك. مع السلامة. ألو نعم. أيوه. شو؟ رح على الفيلا تاني؟ في معنا حدا؟ اثنين. تفاول جاك سعيد عش؟ سمعت على التليفون. بس ماني منيح. بتبلغ الرجال انه بس يرجعوا ويسمحوا لهم ياخذوا الشنات. معليش معليش. يتعلموا معهم معركة صغيرة بس يخلوه كله بالذات يطلع. فهمت؟ الله معك. شو يا سامية؟ ما عاد في عندك رغبة تحكي معي؟ ما عم بحكي معك لأنك غايص بمواضيع تانية مو جاي على بالك تحكي لي عنها. أنت اللي مو جاي على بالك تحكي لي. عن شو؟ عن قراراتكم. قراراتنا؟ مين نحن؟ يا سلام. نسيتي كمان مين انتو؟ شو قررتوا انتي والمسيو دانجر والمجموعة؟ عن شو؟ عني؟ شامل مو ممكن حدا يحل محلك ومو من مصلحة حدا غير انك تكون قوي. مع انك بتملكي كل الامكانيات. الإمكانيات بشو؟ إنك تاخذي محل. أنت عم تأكد لي إنه في شيء بمخك. مسيو دينجر مثلك رأيه إنه المرأة ما لازم تقود بشكل علني. أنا طالعة أرتاح تعبانة شوي. معقول؟ مو ممكن يكونوا أغبياء لهالدرجة.
شو الآراء هي اللي عم تحكيها يا نادية؟ هي مو آراء، هذا حكي لازم يتنفذ. سمعاني مثل ما لي سمعاني يا رولا؟ سمعاني ومستغربة. محلك تملي علاء، محلك تفقد الأمل. أخي راح وأخوك راح وصالح كمان راح، وإذا ضلينا هون كمان يومين أنت كمان راح تروح، وأنا ما راح أسمح بهذا الشيء أبدا. عم تفهم؟ أنت عم تحكي كلام ما له معنى يا نادية. إذا راح أخوكي وراح أخي وراح صالح، المفروض ندور عليهم وننتقم لهم، مو نهرب على ضيعة أهلك. شو قلتي علاء؟ تنتقم لهم؟ ومن مين؟ من هدول الحيتان اللي عم ياكلوا الأخضر واليابس؟ عقالي علاء، أنت مانك قد الشر اللي موجود هون. بس الشر اللي موجود هون يمكن يكون في مثله هنيك ببلد أهلك. أرجوك يا رولا، أنت بكل أحوال كسباني. إذا راح صالح أبوك اللي راح يقوى، وأنت ما راح يصير عليك شيء. نادية رولا، أنا إذا راح جوزي ما بيبقى لي حدا بالدنيا، أكيد راح جن. غلطاني يا نادية، أنا خسرت أبي حتى لو ربح. يا علاء ما بدنا شيء من هون، أصلاً ما ضللنا شيء هون. حاجة بقى كلام فاضي يا نادية. معقول تصير تفكري هيك؟ ماشي يا علاء، ضل أنت هون، بس أنا رح روح، رح روح وأخلص من هالرعب اللي عايشته ليل نهار. نفس الصورة اللي نشروها الشرطة، حطيت مرتي بمستشفى المجانين. قلت لها ماتت بحادث، لو بلغ عني شريكي يعمل المخدرات بس قدرت اخفيها. اسمعني، كاشفين الشرطة من زمان، شريكي قد بلغ عني بتهريب المخدرات. خفيتها وذهبت إلى إلسن باو. عرفني على المسيو دينجر.
علاء. شو صار؟ البيك بغرفة المكتب، والست خبرها أخوها إنه بده إياها ضروري. نبيل وينه؟ نبيل جنب التليفون بالأبو. دير بالك. ماشي. جسمي جسمك واحد عم بستناك. توقعت لا عرف لازم يحدث صح يا ناجي صح رح تسوي صح بس اللي طلب عندك لازم تنذكر دائما ولبعد سنين متعه متعه يعرف الواحد انه راح يضل ينحكى عنه اللي مثله اللي بيعرفه قدره وهوان سفن سفن ولا تخليهم يعششوا هذول يرضوك حتى يمسكوك ويبلشوا يمصوا دمك حتى ينهوك وانت عم تفرش سفن سفن والذي نصف الدنيا لتمد طول عمرك حتى تروى وتعيش فيها الدنيا عروها انتبه يا ناجي بدني اروح اوعك سلم لهم اوعك اوعك خل يا ناجي هاي آخر هدية بيقدمها الشام للسيريلات يلا يا ناجي منين عم تحكي؟ من برات البلد يا مدام من برات البلد؟ ايش عمل بالمكتب؟ بدك منه شيء؟ طيب رح ابلغه انك راجع بكره رح يبقى بالي عندك
أنا واثقة من نجاحنا يا ماجي. مع السلامة. وصل الشنطات هنا على البيت واستناني هنيك. جوزك يا مدام سحب ارصدته من كل البنوك واخذها لمكان مجهول. وكيف عرفت؟ الي مصادري. من مسيو دينجر؟ مسيو دينجر؟ مسيو دينجر عبقري مثلك، مفتكر انه كل الامور لا زالت تحت ايده، بس واضح تماما انك انت وياه عايشين بغير هذا العصر. راجح. والأسوأ من هيك انه جوزك المحترم مو مخلي بالفيلا الثاني غير شنطتين فيهم 2 مليون دولار. يعني فتحتهم؟ فتحتهم واخذتهم. وبنصحك هلا تيجي معي لنواجهه عشان ناخذ حصتنا. انا لازم اخذ راي مسيو دينجر. انا ما راح اخذ راي حدا. وبرجع بقول لك امشي معي لنواجهه قبل ما يكون اللي راح. انا ما بدي واجه حدا. وبنصحك لا تفتح الموضوع هلا، لانه مسيو دينجر قرر انك ترجع لاتينا. ارجع لاتينا؟ على كل حال نزل اللي بدكم اياه. وطالما دينجر اخذ قراره من غير ما ياخذ رايي ومتجاهل مصالحي خليه يشرب البحر. راجح، لا تجيب سيرتي لا لشامل ولا لغيره، احكي باسمك بس. هذا رايك النهائي؟ اوكي اوكي سامو، راح تعرفي لانه كل حساباتك مركبتيها غلط. خلال دقيقتين لازم نغادر الفيلا. اوكي. يا حلال! شاب النادي الاهلي! صوفي شاب بدك تقتل يا مدام. شو عم تحكي؟ في سجون بالمكتب والقاتل هذا. مين هو القاتل؟ احكي مين هو القاتل؟ اخو حضرتك يا مدام السيد راجح. اتصل بالشرطة وبلغهم بالحادث وعلى لساني. قتل شامل السيرناتي علاء راح مارلا. شامل؟ مين قتله؟ أخو مرته. كيف عرفته؟ العقيد فايز بعت لنا. صالح ما بدك تروح لعندهم؟ you
Thank you.